نتيجة التركيز الشديد من الدولة للمشروعات الاقتصادية كلها كانت بتتركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وبالتالي الخدمات وفرص العمل كانت بتتركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية. حصلت هجرة داخلية من الريف ومن الصعيد إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية، ومن ثم النقاد السياسي في 2014 تنبهت لذلك جيدا. بس خليني يعني استرس على فكره المسخ العمراني اللي احنا كنا بنشوفه، يعني نشوف عماير جنب بعض كتير قوي، عماير يمكن مصرح لها ان هي تطلع باربع ادوار، نلاقي فجاه 12 دور من غير باركينج من غير اي حاجه، عماير جنب بعض جنب بعض. حضرتك دي فتره انا بسميها غياب الدوله. اللي هي قبل 2014 كان غياب الدوله. يعني ايه غياب الدوله؟ يعني هذا المنشا لا يقام في يوم وليله. انا النهارده لما اطلع بارتفاع 15 دور على شارع لا يتعدى 3 متر فين الدوله؟ الفتره دي كانت فتره غياب الدوله، زي بالظبط اللي كان بيحصل في اسكندريه في فتره الانفلات الامني. فتره الانفلات الامني اللي هي 2011 لغايه 2013 كان مجموعه من المباني كتير قوي في اسكندريه حصل لها تعاليه، المبنى كان دورين بدا يطلع ل 10 ادوار. طب هل اساسات المبنى ده يستحملش تتحمل؟ عشان كده كل شويه في اسكندريه بنلاقي ايه؟ عماره بتنهار. عماره بتنهار، دي نتاج لفتره جشع مقاولين غياب الدوله. لكن النهارده الدوله موجوده على ارض الواقع. احنا عاوز نتكلم بقى بالتفصيل من بعد 2014، لكن بس انا عاجبني قوي يعني شرح حضرتك للموضوع، ازاي كنا مثلا في الستينات وازاي ان الوضع السياسي الوضع الاقتصادي بيؤثر في شكل العمران. لان العماره حضرتك نتاج نتاج للشعوب وللحكومات، كل ده بيظهر على ارض الواقع. في الفتره مثلا من 67 لغايه 73 ما كانش في عماره في مصر. ليه؟ لان كان الاتجاه كله هو ازاله اثار العدوان. بعد نصر اكتوبر بدات العماره تنتشي مره اخرى، لان العماره هي الرئه، هي المفهوم للناس. الراجل المستواه محدود الدخل بيعمل عماره بس طبقا لامكانياته والمفردات الاقتصاديه اللي هو يتحملها.